في مونستر اروع اطلاله ولوكيشن في رايت جدا في 648 في المانيا مدينه مونستر في الطابق 12 وهذا اللوكيشن باطلاله بهيه ورائعه جدا. عن السوق شتات مونستر ولحظة هنا المعالم الأثرية الجمال والروعة مستمرة. لاحظوا يا إخوان أيضا هنا من المعالم الأثرية المباني هنا أيضا أقدم كدراية هنا في مونستر. يا سلام على الرواق، تخيل تحتسي قهوتك في هذه الإطلالة الجميلة. وايد أحب القعدات كذي، أنا أحب القعدات كذي. لو تقول لي أواصل من الصبح اليوم فان الصبح أواصل كذي. أنا لاحظ يا إخوان مستوى الارتفاع، تجربة رائعة جدا هنا في كوفي 1648، تعاد بإذن الله قريبا إن شاء الله، لأن أنت محكمهم من التصوير في ورائع جدا.